هضرنا على المشاكل الشخصيه ديالو، كنقولوا الخوت سبحان كاين من سميت لابيد اللي بغا يهضر وحده يدير حتى يمكن رساله اللي عنده شي مشكل شخصي ديالو، وحده طردت وخرج في الحبس وخرج خرج من الحبس وحطت كاع لي بوطا خويا هاد المشاكل كتلقى عايله واش من والدي. كاين كلمة عندها اختي تهلا. السلام عليكم، تحية لضالية نساء تاع جرادة والرجال ديال جرادة. أنا كنهضر بصفتي امرأة، كنهضر على النساء تاع جرادة اللي ضايعين اللي كيبكوا. النساء تاع جرادة اللي كيبكروا بخمسة آلاف من الفجر حتى العشاء. النساء تاع جرادة اللي ضايعين، واش خمسة آلاف راها فلوس؟ خمسة آلاف غادي نخلص لهم الكرية، خلص الماء، خلص الضو، وكيديروا طلبات يدفعوهم تاع الخدمة المسؤولين تاع العمالة، وما حتى واحد ما كيستجب لهم وحتى واحد ما كيشوف دوك الطلبات. وكاين نساء اللي داين التقاعد وباقيين خدامين، علاش هادوك ما يخرجوش ويعطيو الخدمة لنساء الآخرين؟ نساء اللي ما خداميش. وبصفتي بنت جرادة كنقولها وكنعاودها، حنا في هاد الدولة فاسدة، حنا محقورين، حنا محقورين في هاد الدولة. كاينة اللي ما عندهاش الدار، كاينة اللي ما عندها باش تخلص الماء، كاينة اللي ما عندها باش تخلص الكرا، واش 5000 عباد الله تدي منها فطورها وغداها وغادي تخلص فيها؟ ومن الفجر وهي غادي عندها حتى العشاء، ما يمكنش نكونوا في هاد الحالة. خصنا البديل الاقتصادي، خصنا البديل الاقتصادي ديال جرادة. والماء والضو غالي علينا، باش غادي نخلصوه؟ احنا ضايعين في هاد البلاد، وشكون اللي ضيعنا؟ ضيعونا المسؤولين تاع هاد البلاد، هما اللي ضيعونا. وتحية لضالية وليت هادشي كلشي تقول، ترفعوا التليفونات ديالكم وتصوروه. علاش جينا وحتى جينا؟ الماء والضو غالي علينا. الناس ديال جرادة وكنقول لهم المسيرة ديالنا راها مستمرة حتى يديروا معانا الحل ويدبروا لنا على البديل الاقتصادي. أنا تهيونا ضالية كان واحد الناس من واحد قطعوا لهم الضو، وبحال سيدنا قطعوا لهم الضو، راه تولى العلي العافي من انا مشيت انا كنقول الانسانيه حتى ردوا لدوك الجماهير، ردوا لهم الضو ولا ما ردوا لهم الضو راه عاد لنا الضو. الناس كانوا مقاطعين عليهم الضو في المدينه، الناس كانوا مقاطعين عليهم الضو في المدينه. كان حامل واحد الكلمه كتبتها واحد المراه اميه، ما غادي نقصر حتى شي واحد وغادي نقراها عليكم. الخطر كنحاول ندير الخطر لكلشي، ساعدونا الله يرحم الوالدين. هاد المرا كتقول الله يهديك يا الوزير خاصك تقبل شروط، الله يهديك يا الوزير خاصك تعطينا حقنا، الله يهديك يا الوزير وزير الحكومة قلبتنا، الله يهديك يا وزير، دير يديك في دينا.